السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله نبدا بالصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير احسن الاحوال باذن الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقه تسجيل في مباراه التعليم بالنسبه لدوره واحد 2021 بالنسبه للاعلان بالتفصيل يمكنكم لكم ترجعوا للفيديو اللي سجلت البارح مباراه تعليم دوره الجنبيه شروط ووثائق الترشيح على بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غادي نستعمل آه بوابه ديال توظيف ا للتسجيل في المباراه على كاين هنا جوج ديال لي زونغلي كاين اونغلي واحد ديال توظيف اساتذه دي اطر الاكاديميه والاونغلي الثاني ديال توظيف اطر الاكاديميه للدعم الاداري والتربوي والاجتماعي بالنسبه لكم نتوما خصكم تختاروا واحد لونجلي وتقوموا بالتسجيل اما في اطر الاكاديميه اساتذه اطر الاكاديميه او اطر الاكاديميه ديال الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي على مباراة توظيف أطور نظامية لأكاديمية أطور تدريس وأطور الدعم الإداري والتربية والاجتماعي دورة دول 2021 على خصكم ضروري تديروا مسح الضوئي للوثائق اللي ذكرت بالنسبة للمباراة ستكون يوم 11 دول 2021 وبالنسبة لآخر أجل التسجيل هو 4 واحد 2021 آه وهو آخر أجل المصادقة على الترشيحات وإيداعها عبر البوابة الإلكترونية يعني من للتسجيل التسجيل من اليوم آه 20 نوفمبر وآخر أجل هو 4 دجنبير 2021 على خصكم ديرو ضروري المسح الضوئي يعني سكان للوثائق اللي ذكرت في الفيديو ديال البارح وغادي نعودهم في هاد الفيديو إن شاء الله كما نديروا المسح الضوئي وتكونوا على شكل بي دي اف وتقوموا بإيداعهم في التسجيل عبر البوابة الالكترونيه ديال تفضيب.com.gov.ma يتم الترشيح لاجتياز الاختبارات الكتابيه وجوبه بعد المصادقه على طلب الترشيح الالكتروني من طرف المترشحين عبر البوابه الالكترونيه الخاصه بمباريات التوظيف على بالنسبه للوثائق كاين وصل الترشيح الالكتروني المستخرج عبر البوابه الخاصه بالمباريات على كما غادي نشوفوا ان شاء الله بالنسبه للوثيقه الثانيه هي نسخه من شهاده الاجازه او الشهاده المعترف بمعادلتها كاين نسخه من شهاده البكالوريا التزام موقع من طرف المترشح بالنسبه للالتزام كاين هنا في الاسفل التزام خاص بأساتذة أطر الأكاديمية، هذا بالنسبة للالتزام خاص بأطر الأكاديمية، وهذا خاص بالنسبة للالتزام ديال أطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي. أيضا كاين هناك نسخة من البطاقة الوطنية، وكاين رسالة تحفيزية يحررها المترشح بخط اليد. بالنسبة للنموذج مثلا ديال الرسالة التحفيزية كيكون على هذا الشكل. بالنسبه لطريقه التسجيل على هنا اسم المستخدم وكلمات المرور على بالنسبه اللي ديجا عندهم داروا طلب جديد على بالنسبه لي اول مره غادي تسجلوا غادي نقر على طلب جديد هنا اختيار اما توظيف الاساتذه اطر الاكاديميه او توظيف اطر الدعم على مثلا نختار على توظيف اساتذه اطر الاكاديميه بعد ذلك نحصل على هذا الاستمارة فيها معلومات شخصية ومعلومات على شهادة البكالوريا ومعلومات حول الشهادة وزائد تجربة في مجال التدريس ومعلومات حول الطلب على خصكم تقوموا بملء هذه الاستمارة يكونوا معلومات صحيحة على غادي الاسم بالعربية يعني الاسم الشخصي بالعربية الاسم العائلي بالعربية النسب بالعربية هو الاسم العائلي الاسم بالفرنسي يعني الاسم الشخصي بالفرنسية النسب بالفرنسي يعني هو الاسم العائلي بالفرنسية بعد ذلك غدير تاريخ الازدياد هنا غدير مكان الازدياد رقم البطاقة الوطنية للتعريف هنا غدير صالحة لغاية بالنسبة لصالحة لغاية هنا ديال فاليداسيون غتلقاوها في البطاقة الوطنية النوع واش ذكر او أنثى، بعد هنا ديال الحاله العائليه واش عازبه او عازب متزوجه متزوجه مطلقه مطلقه ولا ارمله او ارمله بعد هنا غتكتب العنوان العنوان ديال السكن على بعد ذلك غتكتب الاقليم على بالنسبه للاقليم غتختار هنايا الاقليم على تختار من الاختيارات الاقليم تختاروا مثلا عملات سلا بعد نقدر البريد الالكتروني نغدير رقم ديال الهاتف المحمول على بعد ذلك بالنسبه للمعلومات حول شهاده البكالوريا انا هنا تختار شنو هو المسلك اللي حصلت به على شهاده البكالوريا المسلك علوم فيزيائيه هنا تاريخ الحصول عليها يعني تاريخ الحصول على شهاده البكالوريا بالنسبه لهذه المعلومه كتكون في شهاده البكالوريا الميزه يعني شنو هي المونسيون اللي خديت بها شهاده البكالوريا معلومات حول الشهاده نغدر نوع ديال الاجازه شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن التدريس أو شهادة الإجازة وشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية وشهادة الإجازة المهنية وما يعادلها على يعني بالنسبة للإجازة في التربية زائد اه شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن التدريس على يعني بالنسبة لهذه الشهادات يعني معفيين من الانتقاء هنا تحصل على الجامعة على هنا تكتب الجامعة اللي حصلت فيها على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تاريخ الحصول عليها يعني تاريخ الحصول على الإجازة نظام ديال الإجازة واش هو النظام القديم أو النظام الجديد أو نظام آخر مثلا نديرو نظام الجديد أنا ندير التخصص ديال الشهادة على شنو هو التخصص ديال الشهادة المحصل عليها من النقط المحصل عليها على بالنسبة لهنايا خصكم ضروري تاخذوا غول نوت وتكتبوا النقطة بالضبط أو المعدل بالضبط بالنسبة للمعدل ديال إس آن ديال الدورة الأولى المعدل ديال الدورة الثانية المعدل ديال الدورة الثالثة أو يعني السنة الثانية الدورة الأولى ديال السنة الثانية الدورة الثانية ديال السنة الثانية ومعدل ديال الإساك ومعدل ديال الإسيس على هنا شهادات أخرى بالنسبة اللي عنده مثلا الماستر أو لا ديوا أو لا ديزا وغير ذلك يمكن لكم في هاد الخانة وأيضا ديروا تخصص ديال الشهادة يعني الشهادات الأخرى تاريخ الحصول عليها والجامعة اللي حصلت فيها على هاد الشهادة على هل استفدتم من البرنامج الحكومي في شأن مهن التدريس على إلا كنتو استفدت تقدروا نعم ما استفدتوا لا لا استفدتم من البرنامج الوطني استكمال تأهيل خمسة وعشرين ألف من حاملي الإجازة استكمال تأهيل على إلا كنتو استفدتوا من هالبرنامج غدير عام ما استفدتوا شغل لا هنا التجربة في مجال التدريس واش عندكم ديجا تجربة في مجال التدريس إما التعليم العمومي الخصوصي التربية غير نظامية محاربة أمية دروس الدعم هنا عدد أشهر الخبرة بالنسبة لنا غديرو العدد ديال الأشهر مثلا إذا كانت سنة غديرو طناش شهر إذا كانت سنتين غدير بعد ربعة وعشرين شهر وهكذا معلومات حول الطلب هنا دير السلك المطلوب يعني واش ابتدائي أو ثانوي الإعدادي هنا غدير التخصص المطلوب تخصص اخر لتدريس ترغبوا فيه على بالنسبه لهنايا بالنسبه للتعليم الاعدادي التعليم الثانوي ديال الاعدادي والتاهيلي بالنسبه للتخصص المطلوب يعني على حساب الشهاده او على حساب تخصص الشهاده المحصل عليها يعني ماشي بحال التعليم الابتدائي الاكاديميه المطلوبه هنا تختار الأكاديمية المطلوبة مثلا هنايا الرباط تاع القنيطرة المديرية الإقليمية المطلوبة مثلا بالنسبة لكل أكاديمية فيها مديريات إقليمية مثلا نختار الإقليم القنيطرة في حالة نجاحي في المباراة أقبل تعييني بإحدى المديريات الإقليمية الواقعة في المجال الترابي للأكاديمية حسب إستحقاق ترتيب المديريات الإقليمية الأخرى للأكاديمية على ألا بالنسبة الاختيار الأول هو المديرية الإقليمية المطلوبة هي إقليم القنيطرة على ما هنا في الاختيارات ومن بعد هنا كدير الترتيب ديال هاد الأقاليم على ألا بعد ذلك تدخل هذا الجواب رقم رمز التحقق يعني 83 ناقص 20 على انه هو الجواب وتكتبه في هذا الخانة وتنقر على حفظ قبل ما تنقر على حفظ خصك ضروري تاكد من المعلومات كلها واش معلومات صحيحه على بعد ذلك تنقر على حفظ تم حفظ طلبكم بنجاح للولوج لطلبكم المرجو الدخول باستعمال رقم بطاقتكم الوطنيه والرقم السري على هذا الرقم السري خصكم تحتفظوا به باش ديروا الولوج للبوابه باستعمال رقم البطاقة الوطنية وهذا الرقم السري على بعد ذلك تحصلوا على وصل الترشيح الإلكتروني لإجراء مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة لوصل الترشيح الإلكتروني خاصكم تحتفظوا به وتقوموا بإرفاقه مع الوثائق الأخرى على شكل PDF والمرحلة الموالية هي إيداع الوثائق على بالنسبه للوثائق نقصكم دخلوا على شكل بي يعني كل وثيقه على حده يعني نسخه من بطاقه الوطنيه للتعريف شهاده الاجازه والشهاده المعترف بمعادلتها وصل الترشيح الالكتروني نسخه من قرار المعادله بالنسبه اللي ما عندهمش شهاده الاجازه التزام نسخة من الدبلوم التقني المتخصص في التخصصات المطلوبة سيرة ذاتية يعني سيفي وتكون كتحمل الصورة ديال المترشح نسخة من الدبلوم مهندس دولة أو نسخة لقرار معادلة رسالة تحفيزية كما سبق وردكم مثال ونسخة من شهادات البكالوريا تقوموا بإيداع هذه الوثائق كل وثيقة على حدة وتقوموا بحفظ أو إرسال طلبكم هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتمنى التوفيق للجميع وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو دعمي باعجاب للفيديو. كنتم اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش دعمي باشتراك في القناه وتفعيل جرس ليصلكم الجديد وما تنساوش تقاسم الفيديو لكي تعم الفائده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته